صلوات الله وسلامه
ولعبد الله بن الزبير. يا ابن الزبير لئن أدفنا بشرق الفرات أحب إلي من أن أدفنا في فناء الكعبة، وإلا به أخبرني أن بها كبشا استباح به حرمتها. حديثي لهذه الليلة سيكون حول الأهداف التي من أجلها اختار الحسين عليه السلام أن ينتقل إلى مكة المكرمة. وهذا البحث جدير بالاهتمام والعناية، لأنه المفترض أن الأمر جاء إلى الحسين سلام الله عليه أن يخرج إلى أرض مصر. خطاب النبي صلى الله عليه وآله إليه قال: يا حسين اخرج إلى أرض مصر، فقد شاء الله أن يراك قتيلا ويرى نساءك سبع. فالمفترض وفق هذه الخطة أن يخرج الحسين من المدينة إلى العراق مباشرة. لكن احنا نقرأ في فصول قصة كربلاء أن الحسين جعل برزخا بين المدينة وبين كربلاء وهو مكة المكرمة. استقام الحسين في مكة المكرمة منذ تاريخ 3 شعبان إلى يوم 8 شهر ذي الحجة. الفترة هذه قضاها الحسين سلام الله عليه في مكة. وطبعا انتقال الحسين إلى مكة وبقاؤه هذه المدة لابد أن يكون وفق هدف له باعث. ما كان مجرد منزل من المنازل التي نزل فيها الحسين طيلة مسيره إلى العراق. يعني ما يصير أنه إحنا نحتسب مكة منزل من المنازل التي نزلها سيد الشهداء. لا، هذه محطة خاصة قصدها الحسين وله غاية من وراء توجهه. فإحنا إن شاء الله راح نبحث هذا الأمر، بس يقتضي أنه أقدم عن هذا الفصل المخصص لأهداف انتقال الحسين سلام الله عليه إلى مكة المكرمة، أحتاج أن أقدم هذا الفصل فصل آخر. الفصل الآخر هو درس يستفاد من هذا الخطاب الذي حاور به الحسين عليه السلام شخصية بشخصية عبد الله بن الزبير. يقول له: لئن أدفن في شاطئ الفرات أحب إلي أن يدفن في فناء الكعبة. خلي هذا إن شاء الله نحكي الفصل الأول من حديثنا لأمين. في البداية نقول يا إخواني أن نعلم أن هناك تفكيرا خاصا بالمنفعة الاجتماعية. يعني هناك من يفكرون من أجل نفع الآخرين، لكن ذول اللي يفكرون بنفع الآخرين ينقسمون على قسمين. القسم الأول هذا يفكر في منفعة الآخرين لكن بشكل أحادي، بشكل جزئي. شلون يعني بشكل أحادي أو جزئي؟ يعني هذا يخلي في باله يرسم إلى صورة الغاية التي يرشوها. زين، في المقابل هذه الغاية قد تكون على حساب أمور أخرى ما يفكر في الغاية، يفكر فقط في الغاية، يفكر فقط في نهاية المطاف. هذا المطاف مش يحمل من أضرار مثلا، مش يحمل من تبعات، ما تشكل إلى أي اهتمام. شو مثلا خليني أقول لك هذا بمثال افتراضي. يعني مثلا هذه القرية مثلا افرض يجي واحد
يفكر بأن يهدم بيوت هذه القرية ويبنيها من جديد على فراس الراس. يقول ليش احنا مثلا نشوف هذه القرية فيها أسقف ضيقة، فيها شوارع متعرجة، فيها بيوت آلية إلى السقوط، ليش احنا ما نصير مثلا هذه القرية على آخر طراز، على أفخر نموذج؟ فيصير عند هذا إعادة إعمار المنطقة بمنافعها بخدماتها. الفكرة هذه فكرة واقية صحيح، فكرة نفعية، لكن لما الواحد يجي يسأله يقول لك أنت في طريق التفكير لهذا المشروع الضخم هل فكرت أين سينتقل الناس إذا قمت بهدم بيوتهم؟ يعني أنت الآن مثلاً تفكر أنه تهدم هذه البيوت وتهدم المنطقة وتبنيها من جديد، في فترة الهدم الناس وين تروح؟ يقول مو مهم الناس وين تروح، أهم شيء أنه الغاية. صحيح الغاية غاية جديدة، لكن إذا كانت على حساب أمور أخرى هذا التفكير الجزئي في الغاية فحسب دون توابع الغاية ما ينفع، يصير ضار أكثر من كل نفع. بينما هناك نوع آخر من التفكير النفعي للآخرين، هذا اللي يعبرون عنه بالتفكير الشعوري. يعني يجي واحد يفكر صحيح في غايات قليلة لكن يدرس الأمر بكل أبعاده وجوانبه، يفكر في مشروع بأسره، يفكر في منظومة بأسره. ما يجي يقول والله أنا عندي غاية وأكتفي بهذه الغاية، شلون ما صارت، على أي طريق صار وحدث، لا يجي يشوف هذه الغاية هل يتضرر أحد في طريق إعمارها أو في طريق تحصيلها. يعني أنا على هذا المثال المتقدم أريد أبني المنطقة ببناء جديد، هل سيتضرر أحد؟ هل سيكون على حساب حقوق الآخرين؟ هل الكل موافق على هذه الخطة؟ هل استشرت شروطه؟ هذول واقعا نوادر اللي عندهم هذا التفكير الشمولي المحيط بأبعاد المنفعة نوادر. وعلى رأس القائمة يا إخواني هم أهل البيت صلوات الله عليهم. أهل البيت صحيح همهم منفعة الناس، لكن شو اللي يميزهم عن الآخرين؟ يميزهم عن الآخرين أنهم لما يفكرون في منفعة الناس هذه المنفعة ما تصير على حساب تبعات أخرى. يعني شوف مثلا شكد حركات صارت في زمن أهل البيت عليه الصلاة، أمو صارت بحدها الآن تعداد، بس حركات كثيرة خصوصا من بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. كثير من هذه الحركات يا إخواني حركات غير مؤيدة من قبل أهل البيت. ليش؟ هل لأن الغاية غاية غير شريفة؟ بالعكس، الغاية غاية شريفة، إزالة الهول، إحقاق العام، منفعة الناس. لكن قلنا هو هذا الفرق، الفرق أنه بعض المتحركين يفكر في الغاية فقط لكن ما يفكر في وسيلة الوصول إلى الغاية، بينما أهل البيت ما يتبنون مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وإنما يهمهم الوسائل أن تكون وسائل سليمة وشمعية ولا تضر أحدا حتى يصل إلى منفعة الناس. هذا الفرق بين الاثنين. شيخ من بعد هذا الطرح والعام خلنا نموذجين متقابلين كل واحد يعارض الآخر. النموذج الأول نموذج عبد الله بن الزبير، والنموذج الثاني نموذج الحسين صلى الله عليه وسلم. شوف هذه المحاورة هي مقابلة بين نموذجين، كأنما هذا النموذج يختلف تماما عن الواقع، يختلف تماما عن النموذج نموذج عبد الله بن الزبير. حتى ولو سلمنا أن الغاية عنده كانت لبنان، نحن نفترض الفرضية
الفرضيه اللي يمكن يتبناها البعض من محبي عبد الله بن الزبير يقول لا كانت عنده رغبه صادقه في تغيير الظلم الامور. احنا خلينا نفترض الفرضيه تقتضي يا اخواني ان الوسيله التي استخدمها عبد الله بن الزبير الواقع وسيله مضره اكثر من كونها منفعه. يعني انت تقول لي انه تريد تزيل الظلم بتعريض مقدسات المسلمين من الخطر. إيهاب الحسين يقول له أنا أفترض جدلا، ما يحتاج أنه أشك في النوايا، بس أفترض جدلا بأنه إذا فعلت صادق في التحرك. طيب إذا أنت صادق في التحرك وهذه الدولة التي تريد إنشاءها، هذا التغيير، هذا الإصلاح الذي تريد إقامته غير من أجل حفظ المقدسات، انت تيجي وتلزم فناء الكعبة وتعرض هذه المقدسات وتعرض الدماء الى السفك، وكل هذا على ايش؟ على حساب انه تريد اقامة دولة حق وحماية مقدسات. شلون يصير هذا؟ قلنا انت متسبب بهتك المقدسات. هذا اعظم المقدسات، الكعبة المشرفة هي في عرضة للخطر بسبب هذا التحرك الطائش. لا تقول لي والله انا اللي غاية نبيل، انا اريد الطريق والوسيلة تكون وسيلة نظيفة. ولهذا الحسين حاول يبين وحاول يقنع، وحتى لو ما يريد هو يقتنع، لا الحسين يريد يسجل موقف حتى باكر لما يجي التاريخ يحاكم الشخصين يرجح تفتح الحسين صلى الله عليه وسلم. يقول لنا ان ادفن في شاطئ الفرات، يعني يقول في المنطقه نائيه بعيده، يمكن هناك ما في واحد يعرفني، لكن هذا احب الي من ان ادفن في فناء الكعبه. فناء الكعبه وين؟ فناء الكعبه يعني حجر اسماعيل. عدد من الأنبياء يدفن هناك كأنما هي أمنية وحلم أن يدفن الإنسان في أقدس بقعة. يقول الحسين لو خير بين هذه الأمنية التي يتمناها الأنبياء والرسل أن يدفنوا إلى جوار الكعبة، لكن إذا كانت على حساب هتك الكعبة، خليني أروح إلى مكان نائي، خليني أكون في مكان بعيد، حتى هذا المكان البعيد فرضا ما يجي أحد، فرضا ما يدري عن أحد، وهذا أحب إلي لأني سأحفظ ذلك المقدس. وبالمناسبة الحسين عوضه الله لهذه النية بخير الإحفاظ. جنة الله يقول لحسين حرصت على حفظ المقدس وحفظ بيت البيت. شوف ذيك البقعة النائية اللي تقول هي في شرق الفرات ما حد يجيك ايش راح اسويها، اليوم صارت هي مهوى الملايين، اليوم صارت هي كعبة توأم للكعبة الأولى، الناس تقصدها من كل حدب وسبب، جعلتها الضروريات تقوم مقام الكعبة إذا عجز الواصل أن يصل إلى الكعبة الأولى. من فاته الحج فليعرف عند قبر الحسين، ما إجاك نص فليعرف عند قبر النبي، ما إجاك نص فليعرف عند قبر أمير المؤمنين، يعني فيدرك الفضل في أحد البقاع الأخرى غير قبر الحسين. كأنما هذا نوع من الجذاب. الحسين حفظ هذا المقدس من الهد، الله عز وجل صير مكان مدفنه إلى كعبة وكعبة. الشاهد هذا النص غير من النصوص كان يؤكد عليه الحسين صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد من حفظ المقدس. نص آخر يقول لئن مدفن خارج الحرم بشبر أحب إلي من أن أدفن داخل الحرم بشبر. شنو الفرق والشبرين؟ يعني الآن في المقبرة شنو الفرق بين القبر يكون أقرب بشبرين أو أبعد بشبرين؟ سريع هو قبر، لكن العبرة في الحرمية، العبرة في كون أن مقتل الحسين ومدفن الحسين في داخل الحرم بيحتك، ومع العلم انه خارج الحرم هدك لحرمة الحسين، لكن هو من باب اهون الضررين. هذا الفرضية اللي نجيبها يا اخواني،
كل مع فرض التسليم بصدق نية عبد المهدي الرسول. والواقع يقول هذا الخلاف هذا الرجل لا والله يا ريت كانت الغاية نبيه يا ريت التضحية اللي قدمها تتصور كمان ينقل الأزرق في أخبار مكة تذكر كثير من المصادر المنظر المؤلم الذي تعرض له بيت الله المنجنيق معلق على جبل أبي قبيس وتضرب الكعبة بالحجارة وتستعر النيران في أستار الكعبة والقتل يكون على أشده جبل الطائفون كل في أثناء الطواف يمسك الطائف فيذبح وهو أبدا عبد الله بن مسعود اهدى بها مره هذا ما ينقل التاريخ ومع الأسف يعتبرها فخرة يعني شوف الموازين لما تنقل يصنف هذا العمل الغير لائق من إنسان متشرع يصنفها مفخرة يصنفها نقطة صالحة يقول وهو قائم يصلي في الحرم لا يبتلي كجذع الشجر شنو يعني هي قيمة الصلاة لو بحفظ المقدس يدري ويدرون الناس يعرفون عبد الله الزبير من هو اتعرض إلى التقريع وتعرض إلى التوبيخ حتى من المقربين يجي لابن عباس ابن عباس ما ذكرنا في الليلة الماضية هذا واحد من الذين خلفهم الحسين سلام الله يعني في المدينة لأنه فعلا صاحب لسان جيد الشخصيات اللي يعجزون الناس عن مخاطبتها وعن تقريعها وعن توجيه اللوم لها ابن عباس كان لا يبالي واحد من اللي خاطبهم ابن عباس عبد الله ابن الزبير أول ما جاء بعد خروج الحسين من مكة يوقف عند راسه وهو مستعد للصلاة ليه عبروا عنه بأنه حمامة الحرم سموه حمامة الحرم سموه العائد بالبيت هذه كلها ألقاب ألصقوها فيه وهذا كله بهي يعني فالتخطيط البعض من الكتاب الشيخ منتظري منفرد يقول أنه هذا تخطيط وتكتيك على المدى الطويل يعني أكو واحد ما عنده حوصلة أنه يشتغل طيلة 10 سنوات حتى يقبض النتيجة بعد 10 أو 15 سنة يريد يشتغل يوم حتى باكر يتقاضى الأجر لكن هذا ابن الزبير لا يشتغل على المدى الطويل 10 و20 سنة ألزم نفسه أن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة في الحرم يتعمد أن يشغل الطائفين بصوته وصوت البكاء ليش؟ حتى يخدع الناس فيه أنه واحد من المتمسكين ولا تقول لي أنت باعتبار قيمك وعرف من هو أنه ما أكو ناس تنخدع أكو ناس يغرص بهم وينخدعوا بها الشيء اشتغل على المدى الطويل هو تصور يجي لابن عباس ويوقف على راسه وهو في بداية حياكة المؤامرة وخداع الناس بعد خروج الحسين مباشرة يوقف على راسه قبل أن يدخل في الصلاة يقول له قرت عينك يا ابن الزبير افرح افرح على من افرح تونس خلاص صار الحرب كله ملكي هذا كلام العب به الذي تسوي سوى منو راح يحكي وياك يتمثل بابيات طرفه يا ابن العبد يا ابن الابيات مو الا ابن عباس يا هذه ابيات جاهليه شهيره هي طرفه ابن العبد كلهم في يوم من الايام كان طالع الى منطقه اسمها مخمر يصطاد شيء من الكبر من الطيور وقعدوا ليله اليوم ينتظرون الصيد ما يجي الصيد عن يوم رجع تغفل يا لك من قبرة بمعمر خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري هو ذيلها خل عليها هذا البيت هذا حسين خارج فابشري يقول لك قرة عين خذ راحتك انا اشتغل على هذه المؤامرة والخداع وراح يجونا كثير من خراف البشر
من أجنام البشر، من شيات البشر اللي هم بهيئة الرجال، لكن حقولهم حقول البهائم، راح ينخدعوك بهالمظاهر هذه. يجينا بعضهم حتى الأعداء، لأنه الشخص اللي يشترك وياه في هدف وفي أسلوب يعرف غاياته. يقولون يوم من الأيام قبل قضية الحسين صلى الله عليه، معاوية بن أبي سفيان إجا إلى مكة وصار يوزع الأموال. هذا قبل قضية الحسين وقبل واقعة الطف. بس أقول لك شلون أن ابن الزبير مكشوش، شخصية مكشوشة، وزع الأموال وطلع بالليل، استغلها فرصة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وطلع خلف يريد قتل معاوية. معاوية كان في هودجة وغمضت عينه شوية، فسمع حوافر خيل عبد الله بن الزبير، وهو يقول له يا معاوية تهيأ لحقي. أشرف معاوية مكروه، إيش جاي يسوي؟ قال له جاي أريد أقتلك. قال من اللي يقتلني؟ أنت؟ قال له نعم أنا. قال ما أنت إلا طير، والطير يصيد على قدره. هذه يقولها واحد غيرك، مو أنت تقول، مو ما نعرفك إحنا نعرفك شخص جهازي، شخص يبحث عن المصلحة. شوف شوف رجع، خلي هذا وارجع. قال له انت تذكر دوري؟ قال له شنو دوري؟ قال انا من الذين دافعوا عن عثمان. وبالفعل يصنفون انه احد الذين وقفوا للذنب عن وجه عثمان حينما ارادوا قتله. يقول له انا جرح جسدي من اجل الدفاع عن عثمان. قال له منو يدافع عن عثمان؟ قال له انا. قال له انت هذا اخدع به المصطلح، اما انا فاني اعلم انك لو ظفرت بعثمان لجعلت رجله في رجل ظافر. مو من حرفك، شخص تدور المصلحه، وتيجي الساعه كانت المصلحه مع من وقف في صف عثمان. لو كانت المصلحه مع من وقف في وجه علي لوقفت معه. روح اطلع عن وجهي، روح انت اصلا ما تهز من عندي شعر. شيء الكل يعرفه. الاغرب مو هذا، الأغرب أم عبد الله بن الزبير. أم عبد الله بن الزبير كانت تعرف أنه شخص جهاز ونافع. هي من أم أسماء بن أبي بكر، أسماء بن أبي بكر يعني عائشة خالته إلى عبد الله بن الزبير. أسماء هذا اللي يعبرون عنها بذات المذاقين هي أم عبد الله بن الزبير، زوجة الزبير بن العوام. بعد انقلاب ظهر المجن اللي يقولون على ابن الزبير تركه اصحاب، مش تترجى يعني شيء غريب. عمليه الانتكاس هذه مو شيء غريب. ليش؟ لانه اصلا القضيه مو قضيه دينيه. اذا هو راس الحرام شخص جهادي، شريك من اتباع يعني. ولهذا بمجرد انه شافه الجنجلي قام حاصر قزقع بنهزم هو والنوم والنوري. هو شو يسوي؟ شجاعته ووجوده راح يبكي عند امه. راح الى امي وهو يبكي، تقول له ما يبكي؟ قل يا امه تركني اصحابي هذول اللي انا معول عليهم. شو كل واحد دب سلاحه وولى هاربه. شوف ايش قالت. قالت له ان كنت تطلب الحق فاستذن ذلك، يعني خلي الناس تتنفس، خلي الناس تتوخر عن الحرب. انت تدور ناس ولا تدور حرب؟ اذا تدور حرب قدرين. وان كنت تطلب الدنيا فقد هلكت واهلكت الناس. قل لها لا يمان، ما قصه الهزام الناس، لكن انا اخاف من المثل، يعني انا مطل نفسي على القتيل، لكن اخاف اني اذا مثل يتمثلون بجسدي. ليش قالت؟ ضحكت عليه. قالت ما يضر الشاة بعد سلخها، ان السلخ لا يولد الشاة. صدق يعني الان هو الكبش او الشاة اخذوها وذبحوها، الان تفكر بالذبيح ولا تفكر بالسلخ؟ انت تسوي نفسك انه متهاون بالموت، تكون خايف من الموت. انت عرف حتى قمة عرف محرومه. الواقع عليها يقولها الحادثه تستوقفني
استوقفت أن ذول الانتهازيين الإخواني والناس الذين رقصوا على جراحات الناس وساهموا في قطع أرزاقهم وفي إهانة معتقداتهم وفي إراقة دمائهم سيأتي لهم يوم كما أتى لابن الزبير. هذول يا جماعة صدقوني معروفين ومشوفين يمكن يغررون بيهم بعض البسطاء والجهلاء، لكن هم دول في واقعهم مكشوفين حتى عن أصحابهم، حتى عن أتباعهم، حتى عن أقرب المقربين، حتى عن أرحامهم. ترى حقا أهلهم ينظرون لهم بالزيادة، لأنه الإنسان بدي يكشف وبدي يتضح للرأي بأنه باع الضمير أو باع المعتقد من أجل منفعة يزيدها. ترى حتى ذاك اللي يشوفه مثل أعلى، الولد اللي يشوف هذا الأب نموذج ما يغالي عليه، من ينكشف قدامه وبشكل واضح يسقط حتى من عين أقرب الناس، وهذا نموذج لبلده. وإلا هي أمه هذه المفترض خاف عليه تسمع أن أبوك أوحى ولها ما أصلا والله الموت أشرف كله. واحد انتهازي هذا يبلغ به الحقد إلى درجة يقولون بعد مقتل الحسين وبعد أن ملك كانوا 12 سنة وحكموا 40 جمعة لم يصلي على النبي في صلاة الجمعة. تتصور يخطب خطبة الجمعة وينتهي من غير أن يصلي على النبي؟ لا بأس صلي على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. وهو مو معلوم انه يجيب الصلاة التامة، لا يجيب الصلاة البتراء يظهر بشكل حتى الصلاة البتراء ما يجيبها، اسم المسجد ما يجيبها. جماعة الصوت مو من اتباع الاثنين من ربعا قالوا له عجبا لك يا ابن الزبير لا نراك تصلي على النبي. يقول ان له مهيلة سويس أكو جماعة من أقرباء مع الحلم ويجب الصلاة التامة، لا الصلاة البتراء، بس يقول أكو عند أهل إلى النبي من يسمعوا جسم جلو يرفعوا رأسهم، خليني أترك محمد وعلى محمد خير. إيش تترجل الأرجل؟ هذا النموذج الأول. لكن تعال شوف النموذج الثاني، النموذج الرابع، نموذج الحسين سلام الله عليه، النموذج الذي عند حرص أن يحافظ على الحرمات والمقدسات حتى ولو كان ذلك على حساب دس. مر عليك جنابك أن من ضمن المقترحات التي وجهت للحسين عليه السلام أن يذهب لليمن، هذا مقترح محمد بن الحنفية، يقول له يا ابن أبي امض إلى اليمن فإنهم أنصار أبيك وأنصار أخيك. واليمن يمن بلد شيعي بلد ولادي. الحسين رفض المقترح، سمقترح اليمن وتفاصيلها هذه يحتاج إلى بحث مستقل، بس واحد من الأمور أو من الدوافع اللي خلت الحسين يترك اليمن تدري شنو؟ هذا فعل بعض المحللين يذكر هذا الجانب، يقول أن اليمن مو بلد مستوي، بلد جبلي وبلد حصون وبلد قلاع، وإذا صارت مواجهة في اليمن طبيعي راح تكون هذه مواجهة شوارج مثل ما يعبرون عنها حرب شوارج. الحسين ما يرضى أنه واحد يتأذى بس مع العلم أنه لو راح الحسين إلى اليمن حصل ما حصل. وبالفعل يقول أحد الكتاب اليمنيين وجه ونقد الى الحسين، يقول له ابو عبد الله ليش ما اجيت الى اليمن؟ اليمن كلها قلاع وكلها قلاع وكلها حصون، كان تضل انت وعيالك ونغلق عليك احد الحصون وتنجو بنفسك. هذا ما يلام انصافا، لانه الزاويه التي منها ينظر الحسين بخلافه هو، هو ما يفكر بها بجانب. فواقعا هذا نموذج راقي نقيض الى نموذج ابن الزبير، نموذج يفكر في حرمات الاخر. هذا الفصل الاول، خليني اجي لك الان مع الفصل الثاني.
إذا كان هذا الأمر جميل عند الحسين أنه آثر الخروج من مكة حتى يحمل المقدسة ويحفظ حرمة الحرمة، زين ليش بالأساس الحسين ذهب إلى مكة؟ قد واحد يعرض الإشكال، إذا الحسين خايف على حرمة الكعبة، أخير ليش يروح إلى مكة؟ ليش ما راح إلى العراق مباشرة؟ ليش ما دور مكان آخر بديل عن مكة؟ الواقع هناك أهداف أمر عليها عاجلا. واحد من الأهداف الحسين كان بحاجة إلى دور إعلامي، يعني هذا هدف إعلامي عند الحسين. تعرف الحسين عليه السلام لو قتل في أي مكان آخر أو لو وجد في أي مكان آخر ضاع دمه هدرا، خصوصا وأن المدينة هي الكادر الأموي من أمية، عندهم منهج معاوية. شنو منهج معاوية؟ منهج الاغتيال. مر عليك العبارة إن لله جنودا من عسل. شنو معنى جنود من عسل؟ يعني خلاص أقر معاوية فكرة الاغتيال. واحدة من النساء سمعت إنه أتعرض للقفصي، واحدة من النساء شكلت خطر على معاوية اغتالها. شلون اغتالها؟ صدق خطة جهنمية، حفر لها بئرا وبطانا، ولجت هي على رسلها على بغلتها وعلى حمارها وهوت في ذلك البئر بالعجل دور اللي حفروا بالبئر ضموه وذهب ابوها ضياعا، وصاروا يسهرون بعد هذا بالعملية بشكل مبطن. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. عبد الرحمن بن ابي بكر هدده معاوية وبشكل صريح، بس يجي يهددها العباد، يقول أنا أدعو عليك أن لا يطلع عليك الصباح، ويرسل ناس لقتل عبد الرحمن بن أبي بكر. شوف التاريخ، خصوصا إذا كان تاريخ مأجور وتاريخ مدفوع إلى نقدة، يقول لك هذه الكرامات معاوية دعا على عبد الرحمن فاستجاب الله دعاءه، وهي خطة. ومثل ما كانت مؤسسة من قبل سعد بن عبادة شافوا حتى شمش المعارضة، رسلوا واحد قتله وقالوا بأن الجن قد قتلنا، وسووا منهم شعر حتى يرتبون السالفة، قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطئ. فالحسين محرر إلى الاغتيال، أراد دور إعلامي، قال خليني أروح في مكان الكل يعرف قضيتي، رحت إلى مكة موسم الحج فترة اعتمار الكل يجي يعتمر. عادة العمرة يا إخواني مو مثل الآن عمرة فردية كل واحد يروح بروحه، لا يروح شيخ العشيرة، فيعني قبائل اختلفت. ولهذا المؤرخون بما فيه ابن الأثير يقول اختلف الناس على الحسين بن علي، يعني فترة كان هذا الحسين يختطف الأضواء. هذا دور واحد، دور إعلامي. الدور الثاني شنو؟ الدور الثاني تحسين الدليل بدانا قوي. يعني الآن أرجوك لو أن الحسين قتل في المدينة، أنا وأنت البعيدين إذا كنا بعيدين عن الحسين اشترنا القضية شنو؟ قد نقول أن الحسين ما تحت فأنفرها، مثل ما في زمن الإمام الكاظم قتلوه وطلعوا ورقة مكتوب عليها موسى بن جعفر ما تحت فأنفرها، يسووها بالنسبة للحسين مو بعيد. على الأقل يضيعون السالفة، يقولون خلاف بينه وبين مروان وقتله في تلك الجلسة. لكن وجود حدث جلل في مكة بحيث أنه خلق الحسين لبني أمية حالة هستيرية، وإلا منو يسويها؟ ينزل 30 شيطان متخفين بأسلحتهم واقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأسدار الكعبة. هذا اللي عند الحسين يريد يقول، هذا اللي مقدس عندكم تفضل، مجرد اختلفنا وياك في الراي ما بالا بالحرم ولا بحرمة الحرم. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث وهذا يهمني يا اخواني، يهمني كثير، لانه مع الاسف اكو بعض الكتاب يريد يناقش قضيه الحسين
مجرد عن كونه إمام مقصود. يناقش الحسين كرجل عسكري فقط. ولهذا يتوقف عندك الدور العسكري ما يهمنا الجو الروحي. لا احنا لازم ننظر الى الحسين كامام مو كعسكري فقط. الحسين يريد ان اخر عمل يقوم به واول عمل يبتدئ به صحيفه الجهاد هو ان يحج الى بيت الله. لان الحسين مو من عاده مشكله يقولون ان المعصوم لا يترك المستحب مع القدره على ادائه. وعادة الحسين يحج في كل سنة حج لله 25 سنة حافي القدمين يمشي حافي لله عز وجل. ما يريد يضيع هالفرصة. يريد آخر عمل يؤديه من الدنيا قبل البدء مشروع الشهادة أن ينتهي من تلك الأجواء الروحانية. تعرف قيمة دعاء عرفة إذا كان بلسان الحسين. تعرف الوقفة بعرفة شكدش تعطي دافع وطاقة ضخمة من الشجاعة ومن الاندفاع نحو الله. هذا الذي أراده الحسين. حتى هذا الحجم ما ممكن الحسين أن يؤدي. وخل هذا الأهداف خلت الحسين يخرج عاجلا. أنا أتوقف أدهى الكلمة أقول اللي يطمع إلى الحال موجود بالمستحبات وبالأحاديث. يقولون يستحب أن يشيع الحاج. الحاج من يطلع يروح إلى الحاج من ضمن المستحبات. يقولون يستحب للمؤمنين أن يخرجوا لتشييع يطلعون يودعون. يستحب أن يؤذن من ورائه. يستحب أن يكبرنا. يستحب أن تخرج عن الصدقة لدفع البلاء. يستحب أن يرش الماء في طريقه. مستحبات خروج الحاج. هذا الحسين طالع إلى الحاج. شلون عاد طلعته مثل طلعة الحجة؟ طلع من المدينة إلى الحج تصف تلك الطلعة سكينة بنت الحسين. تقول خرجنا في ليلة لا تراد الغبرق وليس على وجه الأرض أهل بيت أخوف منا أهل البيت. يعني تتصور ذيك الليلة كل بنت متعلقة في حضن أمها. كل طفل شابك على ركب اليدين. نص الليل ومئة واثنين وعشرين حلوي وعلوية استخرجهم الحسين. بننتصف الليل ينادي لأبي الفضل العباس أخي أبا الفضل ركب المساء في المحرم طلع النياق صعدوا عليها الهواديج وهيئوا الضعين للرحيم. وهذه المساء في الهول طلعوهم من بيوتهم وحجراتهم. لا تزعجوا العلوية لا تروعونها خلوها تمشي على راسلها على راحتها. وشوف التركيبة تركيبة النساء شيء غريب. ما يخلون العلوية تطلع خارج المنزل. يجيبون الناقة ويخلون المحمل على الناقة ويميخون الناقة على باب المنزل. وتطلع العلوية تصعد بالمحمل من غير أن ينظر أحد إلى طولها. وكل واحدة بحجرة تستعد الرحيم. كل واحدة قاعدة بحجرتها مكسورة بالخاطر. فاطمة العليمة تسمع الحركة وقاعدة بالحجرة وتتصور الآن راح يجي أبوها ويطلقها. لأنه سمعت الحسين يقول فليخرج كل ذاتي امرأة في بيضة ويركبها في رحلها. إجا أبو الفضل العباس استخرج الحواضي وركبها في المحفل. إجا علي الأكبر استخرج أمه ليلى ركبها في المحفل. يقولون خرج علي يتوكى على عصا من وراه تمشي الرباب ومن خلف الرباب سكينة. وهي قاعدة العليلة بحجرتها وتقول منو الآن اللي راح يجي يطلعني؟ ما
ما أدري يمكن أبويا الحسين هو بنفسه راح يطلعني. والحسين بأبي وأمي على ظهري جواده ويشوف العدويات تركب في المحامل إلى أن استوت النساء في الأول. صاح الحسين ولدي علي 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 قال لبيك يا ابي. قال ركبت النساء في المحامل. قال اي نعم يا ابوي كل اللي صارت بس في المحامل. قال ما ظلت احد ما ظل احد. قال ما ظل احد. الاطفال ركبتوهم. قال الاطفال ركبناهم. قال لاخوك الرضيع وين؟ ابوي ام الرباب. قال لا يا ابوي ام الرباب صاحبه الوحد. قال له وين اخوك الرضيع؟ قال له ابويا اختي فاطمه العليله يوم شافت شنركب في المحامل راحت الى حجرتي وطلعت عبد الله الرضيع ودخلت به الى حجرتها. كنا صامت مالها. قالت الان مشغولين على الطفل والطفل نايم ليش ازعجه؟ خليها خليه بحضني اذا يريدون ياخذونه بياخذوني وياه. قال له ابونا يا علي روح لاخبك فاطمه واخذ الرضيع لان هذا مسجل من ضمن الابصار. شاف اجى علي الاكبر دخل والله منظر مؤلم يا جماعه. يعني لحظه الفراق تجرح القلب عبد الله. صور علي الأكبر أول ما دخل العلي القابة والطفل محضنها من كسر خاطره على أخته. دن قريب يشيل عبد الله الرضيع وإذا بالعلي شبكت على الرضيع باليد. يريد ياخذ الرضيع وهي شابكه على ضامة الليل صدرها. فاطمة اعطيني اياه. قالت ما خليه ليه تقول وياكم وهم العدل. لا ما قدر علي الأكبر. رجع الى الحسين قال له ابا كسرت خاطري اختي فاطمة ويا ما عندي طاقة قلبي ما يتحمل شوف واحد غيري. صح اخي ابا الفاضل انت باب الحوائج وفاطمة تحترمك وما تعصي لك امر يمكن عندها ميانة على اخوها لكن هي تهابت. روح يا ابو فاضل وجيب الرضيع من عند العظيم. اجاب الفاضل ودخل الى حجرة فاطمة العليلة. هي بعد من شافت عمها جاي استحت من عمها. يا جماعة دنك أبو فاضل يريد يشيل الرضيع ما نسمة العليلة. الرضيع فتح يديه واعتنق رقبة فاضل. أبو فاضل انهار من هالموقف. رجع للحسين قال له يا أبو علي ترى ما أكون لها غير أنت روح جيب رضيع. لا أنا ولا غيري يقدر يشيل الرضيع من عند أخته. حسين ترقرقت دموعه على خده ترجل من على ظهر جمال. وصل هي بعد فاطمة العليلة من شافت أبوها جاي بياخذ الرضيع أيست. قالت ما حد يوديني وياه. يعني أنا لو مكتوبة وياه هو راح يقول لي قومي بالرضيع. هي من شافت الحسين جاي يأست من الخروج شالت يدها وخلت الرضيع. قالت تعال شيله يا بوي. اجى الحسين ابو الرحمه ابو الحنان دنق على الرضيع يريد يشيله. يقولون هذا الناقل الله يرحم استاذنا الجمري ويذكر سي الشرف الخابوري نقل لي يقول هذه ذكرها احد المجتهدين في الهند. ما شايفينها مكتوبه لكن هكذا وتر وما يمنع هذا خلال خيال عاطفي مؤثر في النقوش. يقول يوم دنك الحسين يريد ياخذ الرضيع صار الرضيع يضطرب على صدر فاطمه. كل ما يريد الحسين يشيله ويشابك على رقبه الخبر. شلون يشيله؟ شلون ياخذه؟ يقول ف
فمن حمى الحسين على الرضيع واسره بكلمات في اذنه حج وياه ما سمعت علينا يا جماعه وحق المنبر الله الله شرفني بخدمتكم عليه. يقول بس بمجرد تكلم الحسين في اذن الرضيع واذا الرضيع رفع قال له ابوي خذني وياك شيلني وياك شال الحسين على صدره يريد يطلع خطوة خطوتين تحرك وإذا بيد العليل على ثياب الحسين تقول له ابوي ما راح أقول لك خذني وياك لا راح أقول لك إيش بنتي يا أخوي الرضيع حتى يخليني وروح وياه عم العباس ما راح وياه أخوي الأكبر ما راح وياه إيش قلت له قال يا فاطمة قلت له لا يستقيم الدين حتى يأتي الساعة فيذبحك على صدري الله لا يروحكم على أولادكم والله لا يجرح قلوب اطفالكم شايفين هذا المعتقل اذا راحوا زاروه عند بنيه صغيره تتعلق بابوها ولا تريد الخبريه شو يا بحر قلبك بهالكلمه تقول لابو علي ما بقول لك خذني وياه لو تريد تاخذني كان اخذتني لكن يا ابوي انتم اخذتوا الفضه خدامه عندكم ما تريدون خدامه اخذوني حصبوني خالي تقول ابويا يا ابويا يا ابويا صدر النبع يجري بالخمار وقال هيا بالخمار
الفاتحة من الصلاة.